والله شوف، المتهم لما يكون قدام، لما يمثل أمام المحكمة، المحكمة هي بيكون تحت حماية المحكمة. يعني المحكمة بتمنع توجيه الأسئلة للمتهم أو إخافته أو يعني الضغط عليه، فبكون مجرد ما ظهور المتهم أمام المحكمة هو بكون في حراسة المحكمة، فما بكون في أي يعني. احنا بنتكلم عن محكمة في السودان، محكمة في المملكة العربية السعودية. طبعا هسي الكترونية هي، لكن كمستشارين انتم يمكن عارفين الوضع كيف. المحكمة هنا متزمتة جدا، واقعية جدا، القضاء قوي جدا في المملكة العربية السعودية. يعني عايزين نعرف عنه اكثر. وبالنسبة للقضاء في المملكة العربية السعودية، طبعا بيقوم على أحكام الشريعة الإسلامية، وفي تطورات كبيرة وهائلة في الفترة الأخيرة في تطوير منظومة القضاء في المملكة، إصدار أنظمة جديدة وتشريعات متخصصة حسب إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سلمه الله، في انه في خلال هذا العام بتصدر مجموعه من الانظمه، سماها الانظمه منظومه التشريعات المتخصصه. فيها نظام العقوبات، نظام الاحوال الشخصيه، نظام المعاملات المدنيه، ونظام الاثبات. فدي طفره طبعا كبيره جدا.